النهاردة عندنا المباراة الأخيرة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة MTI، جامعة المنصورة، جامعة السادات وجامعة السويس. بعد المباراة الخامسة الترتيب كالآتي: السويس أول المجموعة بست نقط و440 نقطة إجابات صحيحة، المنصورة تاني المجموعة بست نقط و325 نقطة إجابات صحيحة، السادات في المركز الثالث ثلاث نقط و225 نقطة إجابات صحيحة، وفي المركز الرابع MTI مفيش نقط و300 نقطة إجابات صحيحة. أول جامعة شرفانا في الاستوديو من محافظة المنوفية، نرحب كلنا بجامعة السادات. جامعة مدينة السادات أنشئت بموجب القرار الجمهوري بتاريخ 25 مارس عام 2013، وكان إنشاؤها في بادئ الأمر كفرع لجامعة المنوفية، تضم ثماني كليات هي التربية الرياضية، السياحة والفنادق، الطب البيطري، التجارة، الحقوق، التربية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وتضم كذلك معهدين بحثيين للدراسات العليا، هما معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية. هيمثل جامعة السادات في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. النهاردة آخر ماتش لينا، كسبنا ماتش قبل كده ومعنا 3 نقط. أنا عارفة أن السكور قريب، بس النهاردة إن شاء الله آخر فرصة ونقدر نستغلها كويس. البنك الأهلي بالاشتراك مع برنامج العباقرة بيساهم بشكل كبير في تطوير الكرة، وأنا وزمايلي مبسوطين إن إحنا بنساهم في ذلك التطوير عن طريق إجاباتنا الصحيحة. بعد فوزنا على جامعة MTI الماتش اللي فات، أهلنا كانوا فرحانين جدا بينا وشجعونا إن إحنا نقدر نفوز على جامعة المنصورة النهاردة، وإن شاء الله نشرف. أيا كانت النتيجة، سواء فوزنا أو خسرنا، فدي تجربة في حد ذاتها جديدة ومفيدة لنا كلنا، وأنا كنت فخور ان انا جزء من التجربة دي. جامعة السادات الحمد لله على السلامة. الله يسلم. المجموعة تعقدت وبقى عندكم مهمة صعبة جدا، وليه رأيك علاء؟ احنا اللي صعبنا على نفسنا في ماتش السويس بالسؤال الاخير اللي احنا جاوبناه غلط. في فرصة، بس الفرصة صعبة شويتين. لازم تكسبوا ماتش النهاردة بفرق 100 نقطة بإذن الله خير إن شاء الله، أو تكسبوا ماتش النهاردة وتجيبوا 215 نقطة فتعدوا جامعة السويس. والاتنين أصعب من بعض. أصعب من بعض بالظبط كده. علاء، ما كلمناش مع بعض من أول ما ابتدينا، قولي علاء، أنت دخلت طب بيطري وفي سنة خمسة، بتفكر في مستقبلك إزاي؟ بإذن الله همارس المجال، هشتغل في اللارج أنمال بإذن الله. يعني عايز تشتغل في مزرعة، تمتلك مزرعة، تبتدي الأول في مزرعة تدريب، تفكر إزاي؟ ابتديت تدريب من سنتين ودلوقتي مكمل في التدريب، وبإذن الله هبدأ في خطة أن أنا أشتغل في مزرعة بس بعد التخرج بإذن الله. ربنا يوفقك علاء. آية وريم وأحمد خميس برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي جامعة السادات بالمنوفية. أما